احنا موجودين في المحطة ديال قلميم المكتب السياسي في تقريبا المحط يعني الجولات الجهوية اللي قمنا بها في آخر محطة احنا في يعني في الآخر في الأواخر ديالها، والحمد لله أنه فحانين بعد الجولات اللي تعملوا في جميع يعني الجهات والأقاليم والاستماع للمواطنين وكذلك سياسة القرب. جهة لها يعني مستقبل ظاهر إن شاء الله في المستقبل قلميم. احنا اولا بعض المواضيع اللي غادي نتكلموا عليها اللي هي لها الاهميه ديالها، السيده مبارك بوعيده هي رئيسه ديال الجهه، هي كانت اول مرأة رئيسه في يعني في الاستوار ديال المغرب ديال الجهه، وهذا افتخار لنا. وكذلك انه في ظرف وجيز حاولت باش تلقى الاغلبيه ديالها وباش تشتغل معها بجديه، وكنشكروا الاغلبيه لانه في واحد الوقت وجيز واحد العدد ديال يعني الاستثمارات والدوسي اللي كانوا كيتسناو هذه السنين انه غيلقاو الان يعني الطريق ديالهم نحو النجاح بحيث دوزوهم، وهذا شيء جد مفرح لجميع ماشي فقط للتجمع ولكن لجميع الفرقاء السياسيين. مناسبة كذلك باش نتكلموا على سوس مسال اللي جات في الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي هو حقيقة جاب فرحة كبيرة وآمال كبيرة يعني المواطنين ديال هذه المنطقة، واللي كذلك كيترأسها التجمعي وله دور كبير يعني في الاستراتيجية ديال التنمية ديال هذه الجهة، وكذلك برنامج 100 يوم 100 مدينة اللي في الأسبوع الثالث ديالو اللي برنامج ناجح للإنصات ديال المواطنين، المشاكل ديالهم الهموم ديالهم كيفية التواصل معهم، وكيظهر بأنه بين بأنه المواطنين متعطشين لهذا النوع من التمارين يعني السياسية، وبأنه يمكن نحبوهم أكثر السياسة ونسهلوا عليهم المأمورية ديال السياسة. وغادي تكون مناسبة لتقييم هذا يعني البداية ديالو، ونشوفوا كذلك كيفاش غادي نمشيو في المستقبل إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.